تشكلت من الخشب ومن البازلت والرخام والبرونز، والمواضيع كانت متعددة من مفردات الحضارة السورية يعني بشكل عام، من حياتنا اليومية، من الأسرة السورية اللي أنا اعتمدتها بشكل هائل وكررتها بعدة مواد وكررتها بدول العالم. يعني هي الأسرة السورية اللي كانت مستهدفة ومدمرة ومشتتة وكان مقصود تدميرها يعني لضرب النسيج المجتمع السوري. اشتغلت عليها بحيث ركز الاهتمام على الأسرة السورية، أعطيت أشكال العائلة مثل شكل، لكن هي عائلة، لدمج المجتمع بالوطن بالمدينة بمكان معيشته، ليعطي ارتباط بهالأرض بهالوطن، يكون عنده انتماء بهالشيء. ركزت عليها بالسنوات الأخيرة. الإبداع له مراحل زمنية له مراحل تقنية، الانتقال من مادة لمادة هي فينا نسميها مرحلة، والتعبير بمفردات الشكل كمان وانتقالها إلى تطور جديد فينا نسميها مراحل. الفنان ما لازم يبقى عند مرحلة واحدة، لازم يتطور يتجدد دائما في تجدد، وإلا هو بيكون ضمن دائرة مغلقة عم يكرر نفسه. التجدد هو أساس الإبداع ليوصل للقيمة الجمالية بالعمل وليوصل لأحداث الدهشة لدى المواطن أو الرأي للأعمال الفنية. أكثر بمراحله الإبداعية التي قدمها سنشاهد العديد من التقنيات، الخامات، الأفكار، المواضيع، لكن أتوقف عند المرأة السورية بمفهومها الجمالي بمفهوم الخصوبة، وعند العائلة السورية التي تحولت إلى ما يشبه الشظايا، ما يشبه البيوت المدمرة التي أراد أكسم أن يجمعها ويعيد تشكيلها لتكون البيوت والعمارة والإنسان السوري كتلة واحدة. قدم في هذا الإطار تشكيلا نحتيا جديدا.